على أكف الاهتمام، يقمن بتصنيف وترتيب هذه الملابس والعناية بها حتى وصولها كساء في أبهى صوره إلى من منعهم العوز من اقتنائها. إنه مشروع أردني خالص، يقول القائمون على أمره إن هدفه تخفيف عبء تكاليف العيد على شريحة من المجتمع بتكاتف أخرى ذات دخل ميسور. جاءت هذه الفكرة لتأمين مواطننا الكريم الأردني بالستر والغطاء والدفع، بحيث نقوم بجمع التبرعات من المواطن الأردني من الملابس زائدة عن حاجته. بنك الملابس هذا لم يقتصر على الكساء فقط، بل تعداه إلى لعب الأطفال أيضا، وأفردت له مساحة تصل إلى 6000 متر مربع لاستيعاب أي كمية من لوازم الناس وضروراتها، وهو جهد بطبيعة الحال له آلياته في الاستقبال والتوزيع. بداية نبلش بفكرة ريادية، أنه نختار عدد معين من بعض الفئات الأفقر أو الأكثر حاجة أنه من المنتفعين من الصندوق وتوجيههم للبنك. يواجه الأردنيون تحديات على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، إذ يستضيف البلد نحو 500,000 لاجئ سوري فروا من الحرب في بلادهم، ناهيك عن مشاكل تتعلق بالبطالة وتباطؤ عجلة النمو الاقتصادي، وهو أمر من شأنه أن يجعل من مثل هذه المشاريع برداً وسلاماً على كثيرين.